انا بهدي تكريمي ده لشعب مصر. النهارده دول مصريين ابا عن جد. انا اسمي ابو طالب الذهبي، مصري صعيدي من سوهاج. مصريين وبس. نبعت تحيه لشعب مصر وجيش مصر العظيم وكل اهالينا هناك، ونقول لهم سويت فيها رجاله. 30 يوليو الثوره الكبرى، 30 يوليو الثوره الكبرى، اكتب على جدران الأوبرا. دكتورة ماجدة رياض أولا أخت مسيحية عزيزة علينا كلنا. احنا جينا سايقين 150 كيلو عشان خاطر نقف هنا ونقول لكم أنتوا أهلا بيكم. علي صوتك قول من القلب، علي صوتك قول من القلب. 30 يونيو ثورة شعب، 30 يونيو ثورة شعب. هم دول المصريين الحقيقيين، مصرية وسويد، واحنا واقفين النهارده عشان نقول ان مفيش مصريين مع الارهاب، ولكن احنا ان شاء الله هنقدر نقضي على الارهاب. ونقول تحيا مصر لكل المصريين. عندي اكبر مصنع بتعامل معاه في مصر، راجل محترم جدا جدا جدا، مسيحي. اول مسج بعتها له على تليفونه كتبت له، قلت له مبروك علينا، مصر رجعت لينا. الشعب اصغر نظام الارهاب، الشعب اصغر نظام الارهاب. اصله ما عداش على مصر، اصله ما عداش على مصر. يا حبيبتي يا مصر، وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي.